السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشركم تخرجنا ارتحنا من غث الدورة ومن جهادها. والفضل الله ثملل والركن تركي بن حمود الدهمشي العنزي. الرجال أول ما جاء التسجيل والتسجيل عن طريقه وأنا مسجل في الكمبيوتر، ولكن يبي إلى الاسم بس إني أدخل الترشيح علشان يتم القبول. كلمت الربع اللي في الوكالة قالوا العلم كله بوح عن تركي بن حمود الدهمشي. الدهامشة معروفين من العلوس محدة الجمل، قصتهم معروفة وأمورهم معروفة. والرجال اللي يبخصون تركي بن حمود يقولون الرجال شرس ورجالا شخصيته غليظة، ويحب الرجال اللي يهرج، الرجال اللي يهرج وينشب له فالهرجة فالميقافي يحبه، والرجال اللي ها يصير على من الخلة يحذفه ورا متنه. أنا هم أخذت رقمه ودقيت عليه، والله ما أعرفه ولا يعرفني ولا قد قابلته ولا قابلني. بعد المغرب الاتصال، سلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت وشلونك يا عنزي؟ قال أبو يوسف أنت يوم كنت نافخ في راسك حب ما طحن. قلت الله الله في راسي حب ما طحن، وإن كان تباني واسمع إن كان تباني أعطيك علمي احتمل العلم اللي أنا بقوله، وإن كان ما أنت محتميه خلني أقفل روقي مني يبي يلقاله من الروك اللي يطيب منك. قال أنا أبو يوسف إن هانا والله لو إنك تعرفني زين إنك ما تقول الكلام هذا. قلت له والله أعرفك زين ونعم ومية نعم، لكن علمي قوي وإن كانك تتحتمي علمتك به. قال أبشر بعزك يا روقي أبشر عطني علمك. قلت العلم تكفى يا ابو يوسف، طليق الحجاجين جيتك من ظروف الزمان الكسيفه، ما جيت ادور لي بيوت وملايين جيتك يا بن وائل ما جيت ادور لي بيوت وملايين جيتك يا بن وائل وبالي وظيفه، خريج ومغربل من ايام وسنين، والسمع بالشرك دايم شريفه، هم تقدم واحتمل وضعها الحين، ولا اعتذر الانسان اموري كليفه، وانا ادري انك في المواقف حمر عين جاءك يجيب اللي ما جاب الخليفه وسلامتك. قال صح لسانك خليفة وشنو؟ قلت خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات. قال ابشر بعزك والله لن عشت والله لن عشت وانا ابو يوسف انك قلت ادخلها لو انك معوق. قلت كفو. المهم قال ارسل لي صورة الشهادة وصورة البطاقة وانا ارسلها على في الواتساب. المهم قال ارسل لي المعلومات على الواتساب وانا ارسلها له. ويوم اخذت ممكن 4 ايام لمكتب التجنيد يدق علي وفق الروقي. قلت الله الله. قال حضر يوم الاحد.